فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، حمدت خصاله السنية ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعلياه ابن قصي، واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب، واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية، وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه، وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه، فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. نسب تحسب العلا بحلاه، قلدتها نجومها الجوزاء، حبذا عقد سؤدد وفخار، أنت فيه اليتيمة العصماء، وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه، حفظ الإله كرامة لمحمد، آباءه الأمجاد صونا لاسمه، تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه، سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية، وبدر بدره في جبين عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اجعل زمانك كله أفراح بمدح طه زين الملاح، كل العوالم دنت إليه، والطب قد سلم سلم عليه، وفض ماء من راحتيه، للجيش أروى ما أنقفاح، محمد الهادي البشير، من جاء أيده الله القدير بالنصر والظفر والفلاح، إن الصلاة عليه نور وتملأ القلب سرورا.
وهي تشرح لنا الصدور، وهي سفينة النجاح. اجعل زمان